السلام عليكم، أنا محمد غنايم. أريد منك قبل أن تبدأ هذا المقطع أن تجلس في مكان هادئ وتضع سماعات الأذن وتتخيل معي، تمام؟ الساعة 11 مساء، وضعت رأسك على الوسادة لتنام، وبالفعل نمت بهدوء وسكون مرتاح البال. ثم حلمت بسيارة إسعاف واستمر صوتها في الحلم يعلو شيئا فشيئا لدرجة أنك استيقظت عليه، فكان الصوت حقيقيا وهناك سيارة إسعاف بالفعل تجوب المكان من جانب منزلك. فذهبت للنافذة لترى ماذا يحدث خارجا، ففوجئت بالناس تركض في الشارع وسيارات الشرطة والإسعاف تجوب المكان، والوضع غريب. فارتديت قميصا ونزلت للشارع لترى ماذا يحدث وكلك غرابة. ومن بين الضجيج والازدحام الحاصل والحرائق التي كانت تعم المكان، اصطدم بك ذلك الرجل الراكض والضام ابنه لصدره، فسألته مسرعا ماذا يحدث، فلم يلتفت لك من شدة الهلع واستمر في الركض. ونفس الحال مع كل من سألت، الكل يركض هرعا بشكل عشوائي ولا يلتفت لغيره، وأنت هناك في الشارع تقف مستغربا حائرا. ثم لمحت على جانب الشارع عجوز يتكئ على عصاه وكأنه لا يكترث بهذا الوضع الغريب، فذهبت مسرعا إليه. يا عم ماذا يحدث؟ نظر إليك وقد ألهم الطمأنينة وقال، سينتهي العالم يا بني، لا داعي للهرب. فقلت متعجبا، ماذا؟ لم أفهم، ماذا تعني بقولك سينتهي العالم؟ فعاد لصمته ولم يجبك. هنا تحرك لديك شعور بالخوف مع الغرابة الشديدة. سينتهي العالم؟ لا يعقل. فبدأت بمحاولات الاتصال على كل من تعرف لتعرف ما يحدث، ولكن الخطوط كلها لا تعمل، ولم تجد إلا التلفاز ليخبرك بحقيقة الأمر. نيزك سيضرب الأرض بعد نصف ساعة وستمحى الأرض والبشرية عن الوجود. ماذا؟ نعم، نصف ساعة بقيت على حياتي، بل في حياة كل من أعرفهم. نصف ساعة سنمحى عن الوجود، ماذا أعمل؟ أصابك إحباط شديد، لم تعد من شدة الصدمة قادرا على التحرك من مكانك. جلست هناك في منزلك سارحا في ساعة الجدار المقابل لك وكأنك تنتظر الموت. استيأست، كانت الدقيقة تمر من ساعة الحائط كأنها ثانية، وأنت هناك متصلم مكانك، وأصوات الضجيج من الشارع من بكاء وهلع وأنت متصلم مكانك. فكرت هناك بالذهاب لعائلتك والبقاء جانبهم، ولكنك لم ترغب برؤية نظرة الموت في عينيهم، لم ترغب في رؤية أبيك عاجزا عن مساعدتك أو أمك تبكي كالأطفال خوفا من الموت. أردت أن تبقي صورتهم كما عهدتها، ربما لن تحتمل. بقيت 10 دقائق على نهايتنا، هل أكتب وصية؟ ولكن من سيقرأها؟ هل أبكي؟ أضحك؟ وماذا سيفيد؟ كنت في قمة يأسك كما حالك الآن وأنت تتخيل معي. ثم ساد الصمت أرجاء المكان ولم تعد تسمع ضجيجا وهلع، فقط طنين في أذنك. ثم فتح باب منزلك ودخل عليك رجل يرتدي بدلة أنيقة وسط هذه الفوضى، ومعه مجموعة من الرجال المسلحين، وأنت هناك كأن القوة سحبت من جسدك ولم تعد قادرا حتى على سؤالهم من أنتم. تنظر إليهم وينظرون إليك، إلى أن دخل معهم رجل بزي طبيب وأخذ يدك وحقنها بإبرة، ثم حملت للخارج مخشا عليه. ثاني وأيقظوك على سؤال، ما اسمك؟ وعندما أفقت جيدا علمت أنك قد نقلت بمركبة فضائية ليحافظوا على الجنس البشري، وأنت شخص من آلاف الأشخاص الذين نقلوا لأنهم يحملون صفات دي أن إيه جيدة، فنجوت. ولكن هل نجا من تعرفهم؟ هنا السؤال الذي كان في بالك، فبدأت تبحث عن من تعرفهم على تلك المركبة. لعلهم نجوا، فوجدت أباك وأمك وأشخاصا كنت تحبهم، وهنا شعرت بسعادة غامرة جدا لم يسبق لك أن شعرت بمثلها، والتحقت بهم على سرر المتقابلين. هي الجنة، هي جنة طابت وطاب نعيمها. هذه كانت نظرة مختلفة للحياة والآخرة بطريقة درامية، أحببت أن أنقلها لك لنشحد الهمم ونعد لتلك النقلة، نقلة الآخرة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة. فالفجأة التي استيقظت بها على صوت الإسعاف كانت فجأة الموت التي لا هرب منه مهما حاولت الهرب، وهرع الناس كان كهرعهم يوم لا ينفع مال ولا بنون. وعندما استيأست جاء نصر الله، وعندما وجدت نفسك ناجيا أنت ومن تحب كانت السعادة المطلقة، وأمور كثيرة في هذا التخيل تعكس لك الفكرة. شاركني بالانعكاسات الأخرى التي شعرت بها بين القصة والآخرة، ودمتم في أمان الله. أنهارها تجري لهم من تحتهم محفوفة بالنخل والرمان.